ارحب بكم في هذا البرنامج الذي اسمه غريب انا في الارض، واليوم موضوعنا هو عن الثمر في الحياة المسيحية. والرب يسوع المسيح كان مثال على هذا الشيء، وقال لنا في لوقا 13:6-9 وقال هذا المثل: كان لواحد شجرة تين مغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها. لماذا تطلب الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. فهذا المثال الرب أعطانا يا رب يسوع المسيح، لأنه الرب يريد الحياة المسيحية تكون مثمرة. بدون ثمر معناته الشخص لا يعرف الرب يسوع المسيح. في لوقا أيضا كتب لنا لوقا في أعمال الرسل الإصحاح الأول 8: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. فالكتاب المقدس يقول إنه المؤمن عند الروح القدس، والمؤمن هو يثمر لمجد الرب. في سنة 94 ناسا كان لها مركبة فضائية تأخذ صور ومعلومات عن عدة على السماء والفضاء وعلى كوكب الزهرة فينوس. ولكن بعد ما أخذت معلومات كثيرة بعد مدة انقطعت هذه المعلومات، لأنه القوة الموجودة في داخل هذه المركبة الفضائية التي كان اسمها ماجلان، القوة اختفت والقوة ضعفت ولم تستطيع أن تعمل بعد أي شيء ثاني، أي قوة ثانية لكي تأخذ صور ومعلومات لكي ترسلها للأرض. فلذلك المركبة هذه التي كان سعرها 900 مليون دولار أرسلت لكي تحرق، أرسلت إلى مكان إلى محيط كوكب الزهرة فينوس لكي تحرق، لأنه بعد ما بيها فائدة، بعد ما إلها أي شيء ثاني يقدرون أن يستخدموها، وأي معلومة تعطيها لنا كناس كبشر. فلذلك بدون قوة أيضا المؤمن معناتها هذا الشخص ما عنده علاقة بينه وبين الرب. الرب في هذا الإصحاح في هذا الأعداد هنا يتكلم عن هذا الموضوع بعدما الناس قتلوا من قبل بيلاطس الحاكم الموجود في البلد، وأيضا عندما سقط برج وقتل 18 شخص موجود في أورشليم. والناس كانوا يقولون إنه هؤلاء الناس إنه حياتهم المسيحية أو حياتهم في ذلك الوقت كناس ما لهم علاقة بالرب، علاقة صحيحة، وهم خادمين للعدو، فلذلك الله جاب دينون عليهم. فالرب يسوع المسيح قال لهم إنه إن لم تتوبوا في العدد 3: إن لم تتوبوا جميعكم كذلك أنتم أيضا تهلكون. وأيضا يعني الرب يقول لهم إنهم مثل الجماعة اللي صاروا انقتلوا في البرج، أو الجماعة الذين قتلوا في من قبل الملك بيلاطس، هم ما هم فرق بينك وبينهم أي شيء. إذا أنت أيضا ما تتوب، إذا أنتوا أيضا ما تتوبون، نفس النتيجة اللي صارت عليهم راح تصير عليكم. فلذلك الرب يسوع المسيح أعطاهم هذا المثل بعدها عن هذه الشجرة، عن هذا الحال اللي هو كان معهم 3 سنوات. الرب كان مع الناس 3 سنوات يخدمهم، يبين لهم محبة ويخدم بينهم، وكان يتوقع الرب إنه يكون لهم ثمر مثل هذه الشجرة. الرب يتوقع أنه أنت يكون لك ثمر، حياة مسيحية فيها ثمر، حياة بيها رحمة ونعمة من الرب، ولكن أنت من عندك ثمر، حياة قبول الرب، حياة نمو بالرب، وحياة ثمر. فالشجرة هاي كان الرب يحكي على البستان، جاء ليأكل من هذه الشجرة لأنه الثمر لازم يكون موجود. ولكن الرب لم يجد أي شيء، لم يجد ثمر.
غرض شجرة التين أو غرض أي شجرة للفاكهة أو للخضروات هي يكون فيها الثمر. وغرض المسيحي أيضا، الرب يتوقع من المسيحي أو من الشخص الذي يعرف الرب يسوع المسيح في العهد القديم قبل المسيح أنه يكون الشخص أيضا مثمر. ولمدة 3 سنوات ما كان يوجد أي ثمر لهذه الشجرة، لا يوجد شيء تعطيه، لا يوجد شيء تقدمه. أنا أقول أن الرب يسوع المسيح يتوقع من المسيحي، من المؤمن، أنه في البداية يقبل المسيح كمخلص شخصي له، وبعدها ينمو في الحياة المسيحية مثل طفل صغير، وهذا الطفل يكبر. في البداية يجوز يشرب حليب، ولكن بعدين يأكل أكل عادي. في البداية يكون ما يقدر يوقف، ولكن أول شيء يقف، وبعدين يزحف، وبعدين يمشي، وبعدين يركض. وكذلك يكون ينمو الطفل ويصير هذا الطفل مراهق، ويصير ولد أو بنت، ويكون يمر بمرحلة النضوج مثل ما الرب يسوع المسيح كان ينضج وينمو في القامة والحكمة. والرب يتوقع المسيحي أيضا أنه ينمو في القامة والحكمة روحيا وجسديا، ينمو يعرف الرب ويمثل الرب في حياة المسيحية روحيا وجسديا، وينمو في هذين الأمرين، يعرف الأمور أنه هل هو صحيح أنه يعمل هذا الشيء جسدي، هل هو صحيح أن يعمل هذا الشيء روحي، هل هو صحيح يفكر بهذه الطريقة أو تلك الطريقة. ولكن بعدها الشخص يوصل للناس الثانيين ويقدم الخلاص للناس الثانيين ويربح الناس الثانيين، وهذا هو الثمر اللي يكون عنده. فالرب يسوع كان مع التلاميذ 3 سنوات وأكثر، تقريبا 34 عمره كان، 31 32 33 عندما مات وصعد على الصليب وقام. فكان ينطيهم صورة، وكان يعلمهم، وكان قدامهم ينطيهم المثل، ولكن على الناس أنه تقبل هذا التعليم. الرب يتوقع من عندك أنه أنا وياك أنه نقبل تعاليمه، نقبل الشيء اللي ينطينا إياه، نقبل كلمة الرب، نقبل كلمة إلهنا، نتعلم من عندها ونطبقها في حياتنا. وبعدين الرب يسوع ما قال للناس أنه تذهب الناس وتصير مسيحيين أو مسيحيين، اليوم اسم مطلوق على المسيحيين، ولكن الرب يتوقع من أولاده أن يكونوا تلاميذ إله. الرب يتوقع من عندك أنه تكون تلميذ إله، لأنه الوصية العظمى للرب يسوع المسيح أنه أنا وياك نكون تلاميذ، و التلميذ يعلم تلميذ ثاني، وواحد يسوي نسخة عن نفسه إلى شخص ثاني، والثاني يذهب ويشارك الخلاص ويكون هناك ثمر. فالرب عنده يعني قال للفلاح هذا أنه اذهب واقطع هذه الشجرة، صار لها بدون ثمر، بدون أي شيء، وماخذ محل، ماخذ محل عندنا، وماخذ الأرض، وماخذ بس شكل ولكن بدون أي ثمر. فرح أقطعها، قال للزارع للموجود. ولكن الزارع قال له يا سيد أطلب منك أنه ما نقطعها، ننطي لها مجال سنة بعد، وأيضا نخلي حواليها الأمور الصالحة اللي تخليها تنمو. وأريد أقول لك أنه الرب أيضا يحبك، يريد ينطيك مجال، يريد ينطي لك فرصة. سنة بعد سنة الرب ينطينا مجال وينطينا حياة أطول من أجل أنه نكون مثمرين. فطلب من الرب هذا الأمر والرب وافق. والرب أيضا في ذلك الوقت، أيضا الكتاب يقول لنا أنه الرب لم يأتي بدينونة على الشعب، ولم يعطيهم فقط سنة واحدة، ولكن أعطاهم 70 سنة، إنه هذا الشعب اللي هو جاء من أجل خلاصه ومن أجل خلاص العالم إنه يقبله. ولكن عندما رفض هذا الشعب بعد 70 سنة، إجا جيش الروماني وحاصر أورشليم وحرق أورشليم وقتل الناس التي فيها.
لأنه جاء الدينونة على هذا الشعب. وأريد أقول لك أنه أنا وياك ما عندنا فرق بيننا وبين الناس في ذلك الوقت. الله اليوم ينطينا وقت، الله اليوم ينطيك فرصة، يقول لك روح يا ابني وأثمر لملكوت السماوات، وإذا أنت ترفض وإذا أنت لا تقبل وأنت لا تسمع في الغالب معناته أنه أنت لا تعرف الرب يسوع المسيح كمخلص لك، لأنه إن تعرفه مثل ما قرينا في أعمال 1:8 متى حل الروح القدس عليك تكون مثمر لمجد الرب. نحن ما نخلص بالأعمال، ولكن الأعمال تثبت أنه أنت مخلص. الإيمان هو من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح يصير له خلاص. الكتاب يقول لنا مخلصون أنتم بالنعمة بالإيمان، وهذا ليس منكم لكي لا يفتخر أحد. فالرب خلصك، الرب مات من أجلك وعرف هذا الشيء إليك، وأنت عرفت هذا الشيء يجوز عقليا يجوز نفسيا يجوز من كل قلبك، ولكن الرب يتوقع من عندك أنه تثمر لمجد الرب يسوع المسيح. فالرب اليوم يتوقع من عندك أنه تتوب. التوبة معناتها أنه تغير الاتجاه اللي أنت به. إذا أنت كنت في مسيحي وليس مثمر في حياتك، الرب يتوقع من عندك أنه تغير الاتجاه لكي تبطل الدينونة هاي، لكي تؤخر الدينونة وتجي لك بركة من الرب. أيضا الرب يتوقع من عندك أنه تعرف أنه هو إلى صبر إليك. الرب عنده محبة حنية إليك ويصبر عليك ويريدك أنه تأتي إليه وتفرح في شخصه وينطي لك وقت لكي تثمر لملكوت الله. أيضا إذا الثمر هذا إليك اللي تفرح في السماء عندما تقابل الرب يسوع المسيح في السماء، إذا عندك علاقة اليوم معه وتثمر لمجده عندما تلتقي فيه وجها لوجه، راح تكون فرحان في هذا الإله العظيم، راح تكون متشجع وراح يقول لك نعم أيها العبد الصالح كنت أمين بالقليل وأعطيك الكثير. فالرب يريد هذا الشيء لك، وأنت لازم تعرف هذا الشيء لكي حياتك المسيحية تكون مثمرة. أريدك تصلي اليوم أنه إن كنت بدون ثمر لحد الآن تصلي تقول له يا رب أنا مسيحي، ربيت في عائلة مسيحية، أو أنا من غير خلفية وأتيت إليك كمخلص، أريدك يا رب أنه هذه القوة اللي أعطيتني إياها أستخدمها لمجد اسمك. ساعدني يا رب اليوم أنت من خلال محبتك، روي لي يا رب أنه أنت إلهي وأنت سيدي وأنت تقدر تعمل من خلالي. أرجوك يا رب كن معي اليوم لكي يكون مثمر لمجدك. أشكرك يا رب لأنه أنت أعطيت لي مجال أنه أنا أخذ الوقت وأفكر في الشيء الصحيح. أنا أشكرك يا رب لأنه أنت إله محبة، إله عناية، إله تحب أولادك وتنطي لهم مجال، وما نكون مثل الناس اللي بوقت الرب الذي جاء إلى خاصته، الكتاب يقول وخاصته لم تقبله في يوحنا 1:11. الرب يريد خاصته تقبله، يريد خاصته تعمل في حقله. فأفرح أنه أنت لك مجال تكون مثمر لمجد الرب هذا اليوم وكل يوم من أيام حياتك. الرب يباركك ونراك قريبا. شكرا جزيلا.